فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل طلق زوجته وأثناء العدة طلبت منه أن يراجعها مقابل تنازل. رجل طلق زوجته وأثناء العدة طلبت منه أن يراجعها مقابل تنازلها عن حق المبيت، وفعلا قام بمراجعتها. سؤالها: هل عليه إثم في ذلك؟ لا، ليس عليه. تنازلت عن حقها، ليس عليه إثم في ذلك. تنازلت أم المؤمنين سودة عن ليلتها لعائشة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك. نعم.